قال المدعي العام لدى المحكمة العليا إن محاكمة برام ولداه العبيد ورفاقه تمت وفق المساطر القانونية المقررة ووفق مقتضيات القانون، واعتبر الادعاء أن انسحاب الدفاع عن إعادة المحاكمة التي جرت وفقا لطلب الاستئناف للقواعد القانونية والأخلاقيات المهنية. إن المتهمين في الملف رقم النيابة 285/2014 صدر في حقهم الحكم رقم 1/2015 بتاريخ 19 يناير 2015 عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية ترارزة يقضي بإدانة برامة ولداه العبيد وإبراهيم البلال وجيبي صو أو جيبي صو بجنح التجمهري والتحريض عليه والعصيان ومقاومة القوى العمومية والاعتداء عليها أثناء تأديتها لمهامها واستعمال العنف تجاهها بالنسبة للثلاثة والعمل في منظمة غير مرخصة. وقال الادعاء في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن النيابة رأت أن من حسن سير العدالة والحفاظ على النظام العام أن تتم محاكمتهم هناك وفق تعبيره. طبقا للمواد 101 و102 و103 و104 و105 و191 إلى 194 والمادة 204 من القانون الجنائي الموريتاني والمادة 8 من القانون 98/64 المتعلق بالجمعيات وعقوبتهم بسنتين من الحبس النافذ وبراءة الداه بوسحاب خطري الراحل الشيخ فال عابدين سالم الحسن علي محمد السالك صنبع علي جقناء من التهم المذكورة. من جانبها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا وصفت المحاكمة التي جرت في ألاق الخميس في غياب المتهمين والمحامين بأنها محاكمة هزلية، وأكدت أن قيادة الحركة ومناضليها يمتلكون نفسا طويلا لمواكبة القضية ونضالات الحركة. وأوضحت الحركة في بيانها أن المحاكمة مختلة لعدم مذول المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي في روسو حيث أوقفوا ووجهت لهم التهم.